الزمالك بيعود في افتتاحية الايجيبشن ليج بعد جائحة كورونا اللي كانت موقفة الدوري بفوز على المصري 1-0 بأداء نوعا ما باد بسبب ان بعض العناصر الاساسية مش موجودة وعناصر مصابة وعناصر موقوفة. ده اللي ادى ان شكل الزمالك يبقى بالشكل اللي احنا شفناه دون، وفي كذا اخطاء وفي كذا حاجة سلبية لازم نتكلم عنها بالتفصيل في ماتش النهاردة. فقبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشترك وفعل الجرس علشان تجيلك حلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقة. الزمالك النهارده بدأ بالأربعة أربعة اتنين، يعني على الورق نوعا ما بتكون مثلا أربعة تلاتة تلاتة، لكن لا هو على أرض الواقع بيلعب أربعة أربعة اتنين. بيلعب أبو جبل والونش محمود علاء، بيلعب على اليمين حازم إمام، على الشمال عبد الشافي، اتنين في نص الملعب فرجاني ساسي ومحمد حسن لغياب طارق حامد، بيلعب باتنين وينجات زيزو واسلام جابر واتنين مهاجمين حسام اشرف ومصطفى محمد، واحد بوكس واحد في البوكس واحد تحته، وكانوا بيبدلوا مع بعض يعني. بس الزمالك الحاجه اللي كانت مبينه قوي انه دي ناقصه فيه اللاعب الكرييتيف في نص الملعب، او اللاعب اللي كان ناقص في الملعب هو اوباما، اللاعب اللي بياخد الكوره من لعيبه نص الملعب وبتدي يوزع اللعب. الاثنين الوينجات اسلام جابر وزيزو الاثنين متطرفين جدا على الاطراف، مفيش حد بيخش العمق علشان يساند لعيبه العمق. لما تشوف رجاني ساسي ما بيتقدمش اول نص الملعب لانه بيساند محمد حسن، لان محمد حسن مش من اللعيبه الاساسيه وما بيلعبش اساسي كتير، فكان لازم يساند نص الملعب لانه مش طارق حامد اللي كان بيدي الحريه لفرجاني ساسي ان هو يطلع لقدام كتير ويساند مثلا اوباما، او يبقى اوباما غايب وفرجاني يبقى مكانه، انه طارق حامد هو اللي يبقى في الملعب ويبقى شايل الليله من وراه. لكن محمد حسن مش بالخبره انه يخلي فرجان اساسي يطير لقدام يبقى وراه يسد وراه، لا شفنا محمد حسن كذا كوره كان بيتهور فيها، شفنا كذا كوره كان محمد حسن خد فيها انذار وبعديها على طول كان ياخد الطرد، لكن لولا الانذار اللي خده ما كانش الحكم كانش هيطرده يعني. بس متهور محمد حسن متهور، عشان كده فرجان اساسي كان معاه في نص الملعب. اللاعب الكرييتيف في نص الملعب ما كانش نوعا ما موجود، شفناهوش كتير النهارده. الوينجات بتاعتك فاتحين قوي على الخط، زيزو واسلام جابر فاتحين قوي على الخط، كنا بنشوف كتير جدا اسلام جابر هو وحازم امام لاخمين بعض، الاثنين على الخط لاخمين بعض، فكان حازم امام لازم حد فيهم يخش لجوه عشان لها حلول. كنا لازم 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 زيزو او اسلام جابر حد فيهم يخش لقلب الملعب ويسيب الطرف للباك علشان لها حلول في نص الملعب. كنا بنشوف كتير جدا 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 حسام اشرف ومصطفى محمد بينزلوا بره منطقه الجزاء وممكن يقربوا نص الملعب عشان يبتدوا يحركوا اللعب. شفنا كتير قوي الشوط الاول كذا اوفر، كذا اوفر في البوكس، مصطفى محمد مش فايق، كذا كره بتجيله في البوكس مش فايق. كنا بنشوف ان المدافعين سواء الونش او محمود علاء بيضغطوا على المدافعين بتوع المصري وبيروحوا للجول وبيهددوا المرمى على مصطفى محمد وعلى حسام اشرف. حسام اشرف مرتبك، ما شفناه النهارده ان الكره لما بتيجي في رجله حسام اشرف كنا شفناها في الماتشات الوديه لما الكره كانت بتيجي في رجله كان بيشوط على الجون على طول. النهارده حسام اشرف كذا كره جات له الزاويه مفتوحه له وشوط على الجون وما شاطش، مش عارف ده ارتباك ولا خوف ولا رهبه الماتشات الرسميه مش عارف، هو اول ماتش ليه رسمي مع الزمالك. فالنهارده ما كانش باين قوي حسام اشرف. السلبيه الاول كبيره كانت جدا جدا في الماتش بصراحه هو المعلق بلال علام، كان عمال يفخم في لعيبه مش مستحقه كل التفخيم ده. انت زيزو انت ماشي زيزو كويس بس مش مستحق كل التفخيم ده. حسام اشرف نوعا ما النهارده كان بيحاول، مش سمعناش بلال علام بيتكلم عنه. مصطفى محمد مصطفى محمد كويس، مصطفى محمد مهاجم مصر الاول، مصطفى محمد مهاجم تقيل جدا، بس النهارده مش في يومه، ما تفخمش فيه التفخيم قوي ده، لا مصطفى محمد مش في يومه النهارده، قول عليه اللي هو وحش، مش في يومه قول عليه وحش. حتى النص الملعب والمدافعين كان في جاب ما بينهم شويه، ان انت كنت بتشوف كتير جدا المدافعين بيحاولوا يقربوا من نص الملعب علشان المهاجمين المصري ما يضغطوش عليهم. ناحيه اليمين حازم امام كان في شارع حرفيا في ظهره، بهاء مجدي كان ممكن يكتب اسمه في الشارع ده، بس الغريب ان المصري ما استغلش دي وكان بيعتمد على الحته بتاعت عبد الشافي. مش عارف ليه ما كانش بيستغل بصراحه حته حازم امام الناحيه الثانيه دي، انا مش عارف بصراحه ليه. الشوط الاول خلص 0-0، مفيش اي خطوره غير كذا كوره لمصطفى محمد ضيعها، كوره حطها باند في الارض طلعت فوق العارضه، وكوره للونش وكذا كوره ما كانتش بالخطوره اللي هي تحدد مرمى المصري. خلص الشوط الاول 0-0، قلنا الشوط الثاني لازم يحصل تغييرات. ببص على الدكه انا ما لقيتش اللاعب الكرييتيف اللي ينزل اللي احنا عايزينه في نص الملعب ويعمل حلقه وصل ما بين نص الملعب وبين المهاجمين، مش موجود على الدكه. انت عندك موجود على الدكه اثنين مهاجمين عمر اسعيد وكاسومو واسامه فيصل، وعندك اثنين مدافعين، عندك تقريبا محمد حسام وحاتم حامد ومحمد عبد الغني، وعندك جنش ومحمد عنتر. فانت دول من اللعيبه اللي ما عندهاش حلول، اللعيبه دي ما عندهاش حلول اللي هي تنزل تغير لك الماتش مثلا. شفنا التغييرات في الشوط الثاني اتاخرت، التغييرات اتاخرت قوي، وكمان تغيرات
من تغييرات الناس تغييرات غريبه. انا نزلت محمد عبد الغني بدل اسلام جابر، طب هل كده تلعب بثلاثه مدافعين؟ تلعب بثلاثه مدافعين. بعد كده نزلت عنتر وخرجت محمد حسن، يبقى انت كده بقى تلعب عبد الغني في نص الملعب جنب فرجاني ساسي، وهتخلي عنتر بدل اسلام جابر. ده اللي شفناه، وما كانش في حلول برضه. انت الحل اللي جبته او الجون اللي جبته كان من اوفر، من كورنر اسلام جابر رفعها في الجانب الاساسي، لعبها كده بقى في اي حاجه، لعبها اي حاجه بظهره. المدافعين المصري ارتبكوا، استلم محمود علي وحط الجون. غير كده انت ما كنتش هتجيب جوان، لان انت ما عندكش حلول. الحلول اللي عندك مش لاقيينها، المهاجم بتاعك الاساسي مش شايف ومش فايق، الحلول من نص الملعب مش موجوده، لان فرجاني الاساسي كان بيضم من نص الملعب كتير او بينزل نص الملعب كتير عشان يساعد محمد حسن. اللاعب الكرييتيف اللي يعمل حلقه وصل ما بين نص الملعب وبين المهاجمين مش موجود، وباما مش موجود، وهو مش مصاب مش موجود، ما فيش حد بديل ليه، حد بديل ليه مش موجود برده. فانت فين الحلول اللي كان كارترول لازم يخلقها؟ لعيبه الملعب ما عندهاش حلول، لازم من بره تلاقي حلول، لازم الدكه بتاعتك تبقى تقيله. فين مصطفى فتحي؟ فين مصطفى فتحي؟ انا مش عارف ايه مصطفى هنا. مصطفى لو كان نزل كان ممكن يفتح لك حلول، كان ممكن يعمل لك حلول. اول ماتش اول ماتش بعد رجوع الدوري، الفريقين مش شايفين، المصري مش شايف والزمالك مش شايف، لسه الماتشات هتاخد، يعني اللعيبه لسه هتاخد على الماتشات اكتر، لسه اللعيبه اكننا في اول موسم، يعني اكننا في بدايه موسم، اللعيبه لسه بتاخد على الماتشات، لسه الماتشات رجليها مش في الملعب قوي، الماتشات الوديه برده مش مقياس. فلسه هنشوف اللعبه دي الماتشات الجايه، لسه عندك ماتش الاتحاد يوم الاثنين، فانت لسه هتشوف اكتر واكتر من اللعبه دي الماتشات الجايه. ما نحكمش الماتش ده، كان فيه شويه اخطاء في الماتش، كان فيه شويه سلبيات في الماتش، كان لكن ما طلعناش بايجابيات كبيره. بس لسه ده اول ماتش بعد العوده، ماتش لسه بعد العوده، لسه عندك ماتش كمان قدام الاتحاد، هنشوف كارترول بيحضر اكيد، كارتون بيفكر. لسه اللعبه الاساسيه لما ترجع لك بن شرقي ونجم اوباما طارق حامد، اللعيبه دي كلها اللعيبه الاساسيه بتاعتك هترجع، هتلاقي حلول اكتر عند لعيبه الزمالك، هتلاقي شكل اكتر عند لعيبه الزمالك. فما نحكمش على لعيبه الزمالك من ماتش النهارده، لسه اول ماتش بعد الرجوع بعد الكورونا، لسه اول ماتش، فما تحكمش عليهم ماتش النهارده. استنوا الماتشات الجايه، لسه عندك الاتحاد، ولسه تقريبا عندك اف سي مصر، ولسه عندك الاهلي، عندك ثلاث ماتشات جايين تقال، ممكن الاتحاد تقيل، الاهلي تقيل، اف سي مصر في النص. بس الماتشات اللي جايه اللعيبه الاساسيه هترجع على الاقل، ونجم وبن شرقي هنشوفهم راجعين الماتش الجاي. لسه مش عارف اوباما وطارق حامد رجعوا الماتش الجاي ولا لا، بس متاكد منه ان نجم وبن شرقي يبقوا موجودين الماتش اللي جاي. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي في مباراه الزمالك والمصري. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل الزمالك هتحسن في الماتشات اللي جايه ولا الشكل يفضل زي ما هو؟ قول لي في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس علشان تجيك الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعنا في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معكم مصطفى، نشوف الحلقه الجايه. سلام.